السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا ان كور دو فوكابولير اللي هي لا نوميناليزاسيون و راهو في الكتاب تاع ليليف لا باج 16. وشنو هي لا نوميناليزاسيون؟ جاي ديجا جاي هذا لو من نو. نو هو الاسم. دونك لا نوميناليزاسيون هي عملية تحويل الفيرب اون نو، يعني تحويل الفعل الى اسم. راح نشوفوا في هذا الاكزامبل. سؤال الاول يقول خلينا كالي لو رول ما يهمناش. retrouve dans le texte le nom qui correspond au verbe souligner. يعني واش نصيبو في التكست؟ le nom اللي هو تابع نقدر نقولو le verbe souligner. وراه le verbe souligner هنايا سي دي بيست. نحوسو في النص les unités de dépistage et de suivi. dépistage dépiste dépistage. Donc هذا سي لو نو، هذا هو لو نو تاع لو فيرب تاعنا. que remarques-tu؟ يعني واش يلاحظ التلميذ؟ نلاحظو باللي لا فان تاع لو مو تاعنا تاع الفيرب اللي هنا كان او ان تي، نحينا ال او ان تي تاع الفيرب واش درنا في مكانها؟ درنا اج. هاوليك كنشوفو سي اج، يعني باش جزنا من لو فيرب اللي هو ديبيستي لو نو اللي هو ديبيستاج، نحينا ولا فصينا تيرميزون تاع الفيرب اللي هو او ان تي ودرنا في مكانو اج. relève du texte le les noms formés à partir divers. يعني نحوسو على قال لك ان اوتر نو يكون ثاني جاي يعني محولينه من الفيرب. لو كنشوفو هنا لو نو amélioration مين جاي؟ جاي من لو فيرب améliorer. دونك نرفدو هذا هذو لي دو فيرب وهذو لي دو نو. Donc, on a des pistes. Ou le nom théo, c'est dépistage. Le deuxième. On a le nom de la deuxième amélioration. هذا سي لو نو. ولو كان نجيبو الفيرب تاعو نكتبوه وحدنا، نلاحظو بلي هنا زدنا اسيون، نجيبو لو فيرب اللي هو améliorer. Alors, les deux verbes tiennent ou les deux non. Donc, dépiste, où je vais vous donner le dépistage, le nom, le ENT. وزدنا في بلاصتها اش ولات ديبيستاج. دونك هنا ديبيست ديبيست، نحينا برك الاو ان تي تاع الفيرب ولا او ار اذا صبناها كيما هنايا وحولناها اش. لكن في الفيرب نيميرو دو اللي هو اميوري وجدنا، دونك نحينا الاو ار اللي هي لا مارك تاع الفيرب ودرنا في مكانها اسيون باش ولا عندنا لو نو. دونك جينيرالمون لا نوميناليزاسيون قلنا هي تحويل الفيرب اون نو. كيفاش؟ عن طريق هذون لي سوفيكس لي نزيدوهم في اخر الفيرب في بلاصه التيرمينيزون
تاو يعني كاين بزاف لي سوفيكس اللي نقدروا نزيدوهم وكنروحوا لو روتين هنايا جو روتين certains noms sont construits à partir du radical d'un verbe يعني اغلب لي نون منين يجوا يجوا من الراديكال تاع الفيرب وشنو هو لو راديكال هذا هو لو راديكال هذا سي لو راديكال يعني هو لو راسين تاع لو مول اللي ما يتغيرش قلنا نجيبو من لو راديكال دو فيرب باش نزيدو له ان سوفيكس وشنو هو لو سوفيكس هما الحروف اللي نزيدوهم في اخر الكلمات لي سوفيكس وشنو هما قلنا كاين اكس اسيون وكاين اج وكاين امو يعني كل فيرب باش يتحول اونو يقدر يدي اما اسيون اما اج اما او ام او انت يعني جينيرالمون ما كانش اون ريغل ما كانش قاعده تقول باللي هذا الفيرب يدي اسيون وهذا الفيرب يدي اج مي مع التعود تاع السمع راح يعرف كل فيرب واش لازم نزيدو له باش يولي انو اكزامبل هنا لو فيرب فاكسيني باش حولناه لونو واش زدنا له اسيون فاكسيناسيون ديبيستي قلنا ديبيستاج زدنا له اج اونتريني واش زدنا له entraînement e m e n t هذه هي la nominalisation donc on va نشوفو un exercice exemple l'exercice numéro 1 كاين دي verbe و كاين دي نون يربط كل verbe بلو نون تاعو c'est facile عندنا le verbe le premier verbe c'est laver donc on حوسو هنا la le même radical كيما قلنا lave هذا هو le radical on sait pour هنا lave ما عاد زدنا له لو سوفيكس اج باش ولا ان نون لافي لو نون تاعو سي لافاج ديرابي ديراباج اوبسيرفي اوبسيرفاسيون شانجي شانجمون سولاجي سولاجمون دونك هذا هو لو فيرب او le nom تاعو دونك نروحو نشوفو لاكتيفيتي نيميرو 3 عندنا اوبيري لو مالاد قالك ترانسفورم لي فيرب اون نون يعني حول الافعال الى دي نون اوبيري سي لو فيرب لو نون شنو هو اوبيراسيون نيتواي نيتواياج ريباسي ريباساج se brosser brossage repasser repassement ranger rangement هذا هما هذه هي la transformation يعني نحو ال er دائما ونزيدو واحد من لي suffixes اللي شفناهم اما age اما action اما em ent نتمنى نكون فتكم بهذا الدرس إلى درس آخر إن شاء الله.